المراد من الصحيح هنا هو صحيح البخاري، وهذا الأثر من ابن عباس رضي الله عنهما طعن فيه مع أنه في صحيح البخاري، وسبب الطعن أن من رواه عن ابن عباس هو عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون هذا الآثر منقطعا. ومعلوم أن المنقطع هو أحد أقسام الحديث الضعيف، ومثل هذا لو سلم به مثله مأخذ على البخاري مع شدته في اختيار الأحاديث الصحيحة وفي قبول ما يقوله الرجال، فشرطه معروف فهو شرط شديد. لكن ابن حجر رحمه الله قال إن من رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس الراوي عطاء فحسب، بل معه عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي رباح أدرك ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون عطاء ابن أبي رباح قد حدث به في غير مذاكرته في التفسير، بينما في التفسير حدث به عطاء الخرساني. ثم قال رحمه الله لا سيما وأن المعلومة من البخاري أنه كان شديدا في شرطه، فيكون الحديث لا غبار عليه.